سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الدين اقواما ويضع به او بهذا القران اقواما ويضع به اخرين. وانت لو نظرت الى اكثر علماء الامه هم سادات الامه يا نبي الرحمه، هم ذوي الانساب العليه الذين ليس كذلك في مواطن جهلها نسيا منسيا. لذلك قال عليه الصلاه والسلام ان الله يرفع بهذا الدين اقواما ويضع به اخرين. قال ابن الصلاح في مقدمته اروينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان قال من اين قدمت يا زهري؟ قلت من مكه. قال فمن خلفت؟ وهذه قصة مروعة لترى من يستقيم الله جل في علاه للدين. قال قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قال عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ده يعني لو صح نقول قضية وحده، كان أسود أفطس أحدب أعرج أعمش، كل شيء كان قسم له كل شيء، وكان مولى من الموالي. أعتقوه فامتلأ بعلم ابن عباس، كان يقود مكة بأسرها، يقولون ما أحد يأتي المناسك إلا ويسأل عطاء. هو نظر إليهم نظر الناس قال تعجبت من إقبال الناس عليه، ما أسود أفطس أعرج أعمش، فاهم؟ ومع ذلك الناس بأسرها تذهب إليه. العلم ها أعتقته أي نعم. لكنه رجع إلى مكة سيدا، هي تركته من أجل ذلك. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قلت من الموالي. قال وبهم ساد وبما سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. الديانة عالم وعنده دين. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. عبد الملك بن مروان كان منصفا وهو بيتكلم في هذا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال طاووس بن كيسان من الموالي وبما سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء بالديانة والرواية. قال إنه لا ينبغي. قال فمن يسود أهل مصر؟ قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. نوبي كان الليث إذا رأى عنه قال حدثنا عالمنا وحبرنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب. شوف كيف كان يبجله. فقال من يسود أهل مصر؟ أهل مصر. قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قلت مكحول. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. عبد النبي اعتقته امرأة من هزيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال من العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك ويلك ده فرشت عني، ويلك يا زهري فرشت عني، والله لأسدن الموالي على العرب حتى يخطب لها يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إذا هو أمر الله ودينه. هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساده ومن ضيعه سقط. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرشت عني، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إذا هو أمر الله ودينه، فمن حفظ أساده ومن ضيعه سقط. لا نسب بين الله وبين عبادي. قام داود يقول ربي كل سليمان كما كنت لي، فأوحى الله إلي اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكن له كما كنت لك. لا نسب بين الله وبين عبادي. قول استخلفت عليهم مولى، قال إنه قارئ لكتاب الله، وهم عرب، يعني هذا مولى من الموالي من العبيد، كيف تجعله وليا على مكة الوادي؟ قال قارئ لكتاب الله. قوله قال إنه لقارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، هذه أوصاف عظيمة. فهو قارئ لكتاب الله جل في علاه، يعلم يحفظ حروفه ويعمل بحدوده، وهو عالم بالفرائض. فهذا حديث عظيم جدا يبين لنا كيف أن الله تعالى لا يجعل من أتقن مثل من خرف، ومن خلط بمثل من تثبت، وأيضا من أسرع إليه كمن تباطأ. ف
والمسألة أن أقدار الناس عند الله جل في علا غير أقدار الناس عند الناس. مقياس الناس عند الناس الدرهم والدينار والمكانة والوجهة والسلطان، ومقدار الناس عند رب الناس مقدار الناس عند القلوب. القلوب، فإن الله يطلع على القلوب، فمن ولد قلبا نقيا ملأه قرآنا فرفعه به على الناس. نعم. ولا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. والله جل في علا قد رفع بلالا بهذا القرآن، وبلال حبشي، وجعله هو الذي ينادي بالتوحيد على 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 ملأ من العرب، ورفع صهيبا وهو رومي، ورفع من نيسابور البخاري، فإنه إمام أهل الشأن. رفع الله بهذا القرآن وبالعمل بهذا القرآن والعمل بالسنة، من عمل بالسنة فقد عمل بالقرآن، فإن الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووضع الله آخرين كما وضع أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع أبا جهل وهو سيد المخزوميين. فإن الله قدم من قدمه وأخر من أخره. وأنت تنظر إلى الإمام أحمد كيف جعله إماما أهل السنة والجماعة، كان أكارا، كان أجيرا، ولعلمه ولإتقانه بالعلم الله رفعه إلى منازل علا، صار هو إمام أهل السنة والجماعة. والمسألة ليست على الأنساب، من بطأ به نسبه لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.